مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في برنامج كلام صريح. هذا الأسبوع عندنا حلقة خاصة عن موضوع مراكز الإصلاح والتأهيل، وخصوصا الأحداث التي حدثت في مركز إصلاح التأهيل السواقة، وآخرها طبعا كان في تحويل 12 نزيل إلى ملفاتهم إلى أمن الدولة، ويسبقهم أيضا 15 نزيل سابقا أيضا تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة. بدنا نشوف اليوم إحنا وندرس ليش عم بتم هذه الأحداث بهاي الفترة، وبعديها صار في إضرابات في سجن أم اللولو، وبعديها أيضا إضراب اليوم في السجن الموقر 2. رح نحكي أكثر على أنسنة الضوابط المفروض أنه نتعامل معها، وأيضا أين الضبط والربط من قبل الأمن العام، وأيضا من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. للمزيد راح نرحب معنا بالدكتور موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك، شرفتك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ونرحب بالعميد المتقاعد محمد المرازيق، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سابقا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، مرحبا. طيب، بداية خلينا نتابع مع مشاهدينا تقرير خاص وحصري عن مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث الأخيرة، ونبدأ حوارنا. أحداث متوالية عقب أعمال الشغب في مركز إصلاح وتأهيل سواقة نجم عنها تحويل 15 نزيل إلى محكمة أمن الدولة بعد حالة الهيجان التي أحدثوها النزلاء المكررين وأصحاب الأحكام الطويلة من ذوي الأسبقيات. تبعه الاثنين الماضي امتناع الموقوفين لتنظيمات إسلامية عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو احتجاجا على سوء المعاملة، وانتهى في نفس اليوم بعد الأخذ بملاحظات الموقوفين. التمرد صار يوم الجمعة بعد الظهر. خلال الجمعة بكون معروف زيارات، مرتبات تعبانة، تستقبل الزوار، بتمشي خدمات النزلاء. بعد وجبة الغداء بصير عندك المرتبات، تعد تؤدي الإرهاق، البعض برتاح بسلم وظيفته. الآن كانت هاي الفترة استغلال هاي التوقيتات والتنظيم، ولاحظ مخطط على الموضوع، لاحظ مخطط على الفيديو مخطط له. البعض بصور، في ناس بيحرض، في قائد للتحريض، مين ضرب حاله، مين ما ضرب حاله، مين أذى نفسه. البعض بيطلع التخت، وقف هون أصورك، وقف أطلع هون. هذا كله في ناس براقب، إذا لاحظت في ناس تقبل على الباب يبلغ، يعني مخطط أنه هنا إحنا من نتمرد. وعودة لأبرز أحداث الشغب لمراكز الإصلاح والتأهيل تشمل مركز سواقة. إضراب جماعي في الثاني من حزيران لعام 2005 عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل قفقفة امتد إلى مركزي سواقة وجويدة، قام به النزلاء من أعضاء الجماعات التكفيرية احتجاجا على طول أمد إجراءات التقاضي أمام محكمة أمن الدولة. وفي مطلع آذار لعام 2006 نشبت أحداث شغب في مراكز إصلاح وتأهيل سواقة جويدة وقفقفة، قام بها النزلاء من أعضاء الجماعات التكفيرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام باثنين منهم محكومين في حادثة قتل دبلوماسي أمريكي في عمان، نجم عنها خطف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومدير مركز جويدي ومجموعة من الضباط الأفراد. عاودت في 13 من نيسان من نفس العام أحداث شغب وهيجان في سجن قفقفة نفذها سجناء ينتمون لتنظيمات إرهابية في محاولة لمنع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل من العزل الانفرادي لبعضهم، فقاموا باحتجاز اثنين من رجال الشرطة داخل مهجعهم، وأدت إلى وفاة أحد النزلاء وإصابة أكثر من 10 نزلاء ومن رجال الأمن، إلى أن تدخلت العملية الخاصة. بعد تراكم الأحداث زاد نشاط منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني مع تعزيز دور الأمن بالضبط والسيطرة. وفي صيف 2007 أوعز مدير الأمن المرحوم الفريق محمد ماجد العيطان بتعيين مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل من قوات الشرطة الخاصة، إلا أنه في 26 من آب لعام 2007 اندلعت أحداث شغب في مراكز إصلاح وتأهيل سواقة بعد أن قام أكثر من 100 نزيل تشطيب أنفسهم بعدما حطموا الحمامات
وتحطيم العيادة واستخدام أدواتها في الشغب أثناء جولة لوفد منظمة Human Rights لحقوق الإنسان نجم عنها إصابة 350 نزيلا وإقالة مدير مركز إصلاح وتأهيل سواقة. في 17 من آب لعام 2008 استحدث مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، تم تعديل تسميته في 2/1 لعام 2015 ليصبح معهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، أسند إليه مهمة الإشراف على عملية التدريب والتطوير، منها إجراء المسوح الميدانية والزيارات الدراسية للمراكز والإدارات ذات العلاقة، المشاركة بالأنشطة والفعاليات الخاصة بمراكز الإصلاح، وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير عمل مراكز الإصلاح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، ونبدأ مع السيد محمد. سيد محمد، يعني شفنا وثائق مختلفة توثيقية لتاريخ أعمال الشغب في مراكز الإصلاح والتأهيل، وشفنا أنه في معظم الأحوال بتكون المراكز فجأة مع بعض ببلش أعمال الشغب. قديش في هناك ترابط أو تباعد مع الأحداث التي حدثت أخيرا في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ولماذا حدثت الآن؟ يا ستي، بالنسبة لأعمال الشغب، يعني إحنا حتى نتحدث بموضوعية وبصراحة تامة وبتجرد، هل نثير السؤال التالي: هل أعمال الشغب في السجون هل هي يعني شيء خارج عن العادة أو فوق العادة، أو هي من الأشياء المحتملة في كل بيئات الاحتجاز اللي هو الموجودة؟ بتجرد وبتواضع ومن خلال تواصلنا مع كثير، وأنتم تعلمون حتى في الدول اللي هو المتقدمة ممكن أن تحدث اللي هو أعمال الشغب. نعم. ولكن إذا نظرنا إلى الآن اللي هو التقرير، بنلاحظ أنه الفترة اللي إحنا بنعتبر فيها العشرة سنين مضت، على الرغم نتحدث عن إدارة مراكز إصلاح وتأهيل، لكن العشرة هي أو ما يزيد يعني مورلس هي الفترة النهضوية التي تم فيها اللي هو وضع الاستراتيجيات وبناء اللي هو الخطط لإنفاذ برامج إصلاح وتأهيل الجديدة. في خلال هذه الفترة أنتم لاحظوا التقارير الأولية، سنوات مضت. نعم. سنوات مضت كان في هنالك بعض أعمال اللي هو الشغب، وإحنا لاحظنا أنه الآن يعني في خلينا نقول هذه اللي هو الأعمال في الفترات اللي هو الأخيرة مش بهذاك اللي هو العدد، يعني ما حدث فيه وما سمعنا عنه وما شاهدنا من تقارير حول ما حدث في موضوع الوساقة، أنا بالنسبة لي أنا قد أعتبره من الأمور التي لا تخرج عن العادة أو عن الأمور غير محتملة. طيب سيد محمد، يعني من خلال خبرتك الطويلة وكنت مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، برأيك ما هي الفتيل اللي أدت إلى اشتعال أعمال الشغب في سواقة؟ يا ستي، الآن لو تحدثنا شو اللي بخلي يصير شغب عند اللي هم النزلاء، ممكن يكون نقسمها إلى اتجاهين، يعني ممكن أن تكون مطالب باتجاه الإدارة، تتوجه باتجاه الإدارة وقد تعتبر اللي هو الإدارة بشكل عام هي المسؤول عن ذلك. نعم. من وجهة نظر اللي هو سوء النزلاء، وقد تكون أيضا اللي هو أسباب شخصية ما بين اللي هو النزلاء، يعني بمعنى آخر تعلمين أنه هنالك في داخل اللي هو السجن هؤلاء من الأشخاص المعتادين على ارتياد اللي هو هذه السجن، ويسموا يعني يعملوا بعض اللي هو الكورسات، وتلاقي في ناس لها جماعاتها كل شخص ولهم قيادي وإلى آخره. الآن ممكن يكون في بعض تصفية الحسابات ما بين النزلاء مع بعضهم البعض، يحدث أنه أعمال شغب هذه مع جماعة ضد جماعة أخرى ممكن تثور أعمال، يعني هذا ممكن تكون على الصعيد اللي هم النزلاء فيما بينهم، لكن قد يكون أيضا ما بين الإدارة وما بين اللي هو النزلاء بحد ذاته. في الآن يعني النزيل هو موجود في ظروف نفسية الاحتجاز، يعني يسبب له نحن نقر بأن هنالك قد يتعرض لظروف النفسية غير عادية، ممكن تكون ضاغطة فبيؤدي إلى إن ردات يعني فعل مختلفة، يعني بكل الأحوال. تمام. بكل الأحوال البيئة السجنية أو البيئة اللي هو الاحتجاز يعني أحيانا فيها نوع من الضغط. في هنالك الآن إذا أردنا أن ننفذ التعليمات وننفذ القوانين. نعم. بما هي عليه، فقد تصطدم الآن مع مين؟
مع اللي هو إرادة ما وما يريده اللي هو مع أن المتعارف عليه أن مركز إصلاح وتأهيل السواقة هو من حسب المواصفات العالمية أو حتى حسب ما هو مطبق عالميا. نسأل الدكتور موسى. دكتور موسى، يعني خلال الفترة اللي مرت كان عندكم شوية يعني زحمة في موضوع التواصل في أعمال شغب السواقة، وأيضا كان لكم دائما زيارات مستمرة في مراكز الإصلاح، وحتى كان يوم الأحد أصلا مخطط إلها إنكم تزوروا السواقة. شو اللي برأيك اللي وصلتوا له من خلال زيارتكم؟ إحنا يعني عملية التحقق تأخذ وقت حتى نطلع في استنتاجات فعلية حول الأسباب، وحتى نكمل الحديث اللي تفضل فيه الأخ محمد. يعني وأنا بقول استراحة محارب، أنا أعتقد ما شفته من طلع فكرته على يزال عرأس عمله، ولكن أهلا وسهلا فيه مرة ثانية. إحنا حتى نكمل الحديث أو يكون الحديث يعني متراكم. نعم. في إطار أنه هل المسؤولية على الإدارة أو المطالب تجاه الإدارة أو مشاكل بين السجناء، ألا إحنا في موضوع سواق الاستنتاجات الأولية، يعني أنا أتحفظ الآن على تحليل الظاهرة بشكل عام، لكن في سواقة وجدنا في مطالب جزء منها محق للنزلاء. شو مطالبها؟ أولا كان في مشكلة الاكتظاظ وهي موجودة. ثانيا كان في مشكلة يعني الخدمات، الأكل والشرب غير مناسبة، وإلى حد ما ممكن من حيث المبدأ أن الشركة اللي تقدم الأكل كله نفس الشركة اللي تقدمه للجيش وللأمن وحتى لإدارة السجن، ولكن شكله في أنه في هبوط في مستوى هذه الخدمة أو طريقة تحضيرها بالنسبة للنزلاء إلى آخره، وإحنا عندنا عينات من هاي الناحية حصلنا عليها. ثانيا في مشكلة كانت رئيسية في المبنى نفسه، في إشكالات مثلا في تسريب للمياه الصرف، مياه الصرف الصحي على بعض المهاجع، في بعض المهاجع في بعض أوضاع المهاجع طبعا لشخص سنوات يقضي أكثرهم مدة طويلة. نعم. أنا طبعا لا أنفي الناحية النفسية والناحية الفكرية والتركيبة النفسية والظروف النفسية للنزيل، ولكن أيضا البيئة الخارجية إما تكون عامل مساعد أو تكون عامل مساعد أو مثير للإضراب وللمشاكل. هذا الدكتور موسى اللي وصلتوا له لما عملتوا زيارتكم، وأيضا في عدد آخر. نعم، هذا في عدد آخر من المطالب حسب ادعاءاتهم. جزء من المطالب ادعاءات إحنا ما تحققنا فيها، لذلك إحنا صنفنا حوالي 5 أو 6 مطالب. نعم. منهن 4 أو 3 محقة، وضعناها أمام إنسانيا. طيب. وضعناها أمام مدير الأمن العام، وكان حقيقة بدأ في معالجتها قبل ما نيجي إحنا في بعضها. نعم. وهذا دليل أنه يعني في رغبة في حل المشاكل، لكن أيضا في مشاكل حياتية نسبية في البيئة السجنية، يعني في مشاكل موجودة. طيب دكتور موسى، يعني حابة أخذ رأيك بهذا الموضوع، لأنه اليوم تم إحالة بعض منهم كمان 12 نزيل إلى المحكمة أمن الدولة بتهمة القيام بأعمال إرهابية داخل المركز والشغب والإضرار بالأموال العامة بعد أن استكمل التحقيق معهم، أنه كانوا ناويين عندهم نية القيام بأعمال إرهابية داخل السجن، ويمكن زي ما صار في 2007. لا، ما هو شوفي، خلينا نكمل. المطالب، الإدعاءات مطالب إنسانية، لكن مع التحقيق أعمال إرهابية. لا، هذيك المطالب شيء. نعم. قبل شهر تقريبا أو 25 يوم، لكن الإدارة أخذت قرار بإجراءات إدارية، منها نقل الإدارة السابقة للمركز كاملة تقريبا. نعم. المدير واخذ إجراءات في حق بعض الأفراد والمسؤولين او يعني الضباط من صغار الرتب وايضا من ضباط الصف، بانهم كانوا ربما يمسوا يتلفظوا بالألفاظ وممارسات تمس كرامة النزيل، وهذا إنسان. هلا بدنا ننطلق انه الشخص مهما كان حتى المجرم له كرامة إنسانية، بغض النظر هو مجرم ياخذ عقوبة ويستحق العقوبة، لكن هو هاي العقوبة تقع عليه وهو ينتظرها أو وتنفذ، حتى عقوبة الإعدام تنفذ بطريقة إنسانية، يعني لا تمس كرامة الإنسان. فهم الآن هم كانوا هاي المطالب كانت ما لها علاقة في الإضراب اللي صار والعنف اللي صار في سواقة، لأنه الإدارة قامت بإجراء لاحق وهو حملة تفتيشية
اكتشفت انه نتيجه الشغب الاول ربما انه هنالك في دخول لممنوعات. خلينا نختصر يعني الامر. كان في شغب سابق قبل شغب يوم الجمعه. نعم بشهر باخر يومين من شهر 8 واول يومين من شهر 9. والاداره قامت بمعالجه بعض الشكاوى اللي احنا قدمناها وضعناها امام اطوفه المدير. ثم ايضا قامت باجراء لاحق بعد 3 اسابيع وهو حمل التفتيش. اي حمل التفتيش بعرفها محمد بيه هي حق الامن العام بسبب دخول وجود تواجد او اكتشاف وجود ممنوعات منها هواتف منها مواد كثيره ممنوعه او غير ممنوعه نحن ما اطلعنا عليها ولكن ما نستطيع ان نقول هاي الممنوعات ما تحققناش منها بعد انه كل هاي احنا الامن نعتمد على روايه الامن العام اللي شفناه أغراض وأشياء كثيرة ومواد ممنوعة بالفعل. فهذه الحملة التفتيشية يعني شوف كيف كان في فعل ورد فعل وفعل ورد فعل من الطرفين من الإدارة ومن النزلاء أدى إلى أعمال الشغب اللي شفتيه في يوم جمعة والتشطيبات لأنه النزلاء احتجوا على عملية التفتيش الآن مش على عملية وما ادعوا أنه إساءة لهم أثناء عملية التفتيش وأنه عملية التفتيش نفسها كانت يعني شديدة وصارمة وعنيفة وهم أيضا حصل في البداية إضراب بالأول إضراب كان عن الطعام في إضراب بعدين تحول بعد التفتيش بعد التفتيش بعدين إضراب يدعوا أنهم أجبروا على كسر الإضراب عن الطعام بالقوة وسيئت معاملتهم لجأوا إلى العنف هذا الادعاء برضه هذه عمليات احنا لا نزال نتحقق منها لانه لذلك احنا كمركز ناخذ وقت حتى نستطيع نعطي يعني تقييم حكم. دكتور موسى يعني ما بين المطالب الانسانيه كادعاءات من قبل النزلاء وايضا ما بين التصريحات الامن العام بانها هناك كان في هناك مخطط للقيام باعمال ارهابيه، نحن المفترض انه نتواصل مع السيد عامر السرطاوي الناطق الاعلامي لمديريه الامن العام، يا ريت نتواصل معه ويكون معنا على الخط، نحاول معه كمان مره لو ما رد اول مره. سيد محمد يعني من خلال خبرتك الميدانية والتفاعلية مع كل مراكز الإصلاح والتأهيل ما حدث فعليا هل شجع مراكز إصلاح وتأهيل أخرى زي أم اللولو وموقر 2 أم هي رب صدفة؟ ستي هو ما صار يعني شيء أنا ما سمعت فيه خصوص الموقر يمكن في بعض إضرابات اللي بتصير ولكن وهذه الإضرابات يعني أصبحت نوع من يعني روتين العمل اليومي في كثير من الأحيان يحدث أنه بعض اللي هو الإضرابات يطالبوا ببعض اللي هم طبعا هناك فئات محددة بالذات يمكن إحنا من خلال اللي هو تقرير وجدنا أنه في ارتفاع بنسبة الإضرابات عم بيزيد عددها نعم وأنا يعني بقول لك طبعا أنه من خلال من لما رجعنا إحنا لل 2006 و2007 ولغاية الآن إحنا كنا نتحدث عن أعداد نزلاء لا يتجاوز اللي هو 7000 اللي هو نزيل ولكن أصبح الآن عندنا ما حوالي 14000 نزيل يعني بمعنى آخر أنه في 50% زيادة يعني تضاعف العدد أو الأحرى يعني زيادة العدد هي فقط مرتبطة بالإضرابات زيادة العدد بتزيد احتمالية الأشخاص اللي ممكن يضربوا نعم. فهمت علي شلون لاحظي هذا من ناحية يعني كل ما زاد الأعداد ممكن يزيد اللي هو أعداد اللي هو الإضرابات من ناحية كذلك اللي هو بتلاقيها أحيانا على مطالب اللي هو بسيطة وليست كلها مرتبطة في مين بإدارة اللي هو الجهاز يعني واحد بيقول لك أنا بعترض لأنه مش محددين لي موعد جلسة لاحظي كيف بدي انا الجلغه انا بدي حكم انا بدي مثلا كذا في مطالب اخرى في مطالب تتعلق بموضوع اللي هو الاداره انا اقول لك مره يعني احيانا كم ممكن يصير اضراب على ايش على انه والله الكونديشنات تعطلت في اللي هو الموقر 1 وموقر 2 طب تعطلت الكونديشنات هل كل السجون طبعا والحقيقه هذه كان فيها الاهتمام من اللي هو عطوفه مدير الامن العام واخذت اهتمام كبير من خلينا نقول الاعلام حتى والمواقع الالكترونيه انه السجناء قاعدين بيعانوا نعم. طب يا هل ترى هل كل سجون المملكه فيها اللي هو يعني خلينا نقول كونديشنات نعم لاحظي كيف مش ولا احنا عندنا ولا كل الاردنيين عندهم اللي هو كونديشنات في بيوتهم ولكن انت تحاول ان توفر قدر الامكان بيئه مقارب لما يعيشه النزيل في اللي هو في الخارج لاحظ علي شلون فلذلك ما راح يكون في خلينا نقول الارتباطات ممكن تحدث بعض احيانا اذا كان هنالك العمل منظم ان ينتشر الى اللي هو باقي اللي هو المراكز الاصلاح والتاهيل وهنالك من الطرق والوسائل يعني لدى اللي هو النزلاء الذين يستطيعون هو حقيقه تمرير اللي هو المعلومه بحيث انهم يتفقوا طيب سيد محمد انت كنت تشوفه مثلا من خلال الاضرابات نعم. وفي تزايد هل مطالبهم مشروعه ام يعني مثلا نوع من انواع الدلال انه في كونديشن او ما في كونديشن بالمقابل في كثير مؤسسات ووزارات ما فيها كونديشنات نعم. يعني هل المطالب وين كانت وبعدين ليه دائما التنظيمات الارهابيه او الجماعات التكفيريه هي التي تبادر
في موضوع الإضرابات أو موضوع أعمال الشغب. هلا ستي بعض المطالب احنا بتجرد قد تكون يعني قد تكون محقة. لاحظي عليه شلون ممكن تكون محقة، يعني إذا كانت اللي هو الوقت برد وانقطعت اللي هو التدفئة، فبقول لك أنا ما عندي الإحرام بدي تعطيني زيادة بعض، وهذا يعني لدرجة إنهم مرات أو إنك تنقذني بآليات اللي هو تكون مناسبة لما بدي أطلع برا، ما يعني مرات ما يحاولوا يرتدوا اللي هو لباس اللي هو في داخل السجن بيعملوا عليه مشكلة. طب أنا بقول لك مرات خلينا نقول في رمضان إحنا أشهر فضيل، والآن إذا تحدثنا عن أنسنة العمل الإصلاحي في مراكز الإصلاح والتأهيل نتحدث فيه مطولا، ولكن على سبيل المثال بقول لك ادخل لي أنا بدي أخذ يكون عندي تمر على سبيل المثال، بقول لك ماشي قديش احتياجك من التمر في اليوم؟ ممكن تأخذ لك 7 حبات أكثر من هيك ممكن، هذه السنة يعني لو بدنا نيجي على حسب الاحتياجات بالضبط يعني كل واحد، فلذلك إحنا تضع كمية من التمر تناسب اللي هو هذه المجموعة اللي هو الموجود. هو بقول لك لا أنا كل واحد بدي كمية، طبعا الآن إحنا ندرس الوضع الآن هذا التمر لو إيش بدك إياه، مش ممكن تعمل منه ها، مش ممكن يتخمر هذا التمور هذه ويستغل لشغلات أخرى. إذا كل شيء له أحيانا هو بنظر إليه الإنسان العادي بقول لك عمي أنا بدي بطالب بتمر، أنا بطالب فقط لغير. طب حكيت عن شغلة كتير جوهرية وكتير مهمة بدي أسألها للدكتور موسى. دكتور موسى يعني ما بين أنسنة المطالب وأنسنة الإدارة أين تلتقي؟ هو في معايير تلتقي، في معايير دولية، والمعايير الدولية يعني أكثر من إعلانات إسطنبول وإعلان الأمم المتحدة عن حقوق النزلاء اللي يعني راح للاحتجاز ولا يعني واقعيا في حتى كيف من اللحظة اللي تعتقل فيها وتلقي القبض على الشخص لغاية ما تعطي تطلق سراحه، مفهوم المحاسبة إذا خالف، طبيعة اللباس اللي يرتد يعني يعطى له كيف لازم يكون، طبيعة التفتيش بحيث الجوهر كله أن لا تمس كرامة هذا الإنسان. إلا الكرامة الحلو فيها إنه الشخص المسؤول المقابل اللي يعني يحتجز الحرية والشخص المحتجز حريته معروف، يعني تستطيع تعرف أنت كشخص مسؤول عن هالسجين أو الموقوف أمامك ما الذي يجرح كرامته وما الذي أو إنسانيته وما الذي ينتهك إنسانيته. هنا تأتي مسؤوليات الإنسان المحتجز عن إنسان عن واقع المحتجز. هلا المحتجز صحيح زي ما تفضل الأخ محمد وضعه النفسي عنده مطالب يحاول يفلت بأي شكل من الأشكال يتحدى القانون، هذا وارد. حتى التشطيب احنا ك يعني نشطاء في مجال حقوق الانسان نعرف ان هذه احدى الاليه لجذب الانتباه، لكن عاده يلجا لها في حال عاده ليس دائما تكون صحيحه اللجوء للمساجين لها في حال وجود اذن غير صاغيه، عدم وجود اذن صاغيه لمطالب محقه. عاده يضطر السجين يضرب راسه بالحيط او ينتحر في بعض الاشخاص او يؤذي نفسه او يؤذي غيره من السجناء، لكن بالأساس إذا كان في إدارة تستطيع أن تتفهم وإمكانات. هلا في عندك هذه الأمور، أولا المعايير موجودة وتشخيصها سهل، يعني عم نشوف كيف شطبوا عم بشطبوا حالهم بشكل جماعي. هاي استعراض، هاي واضحة إنها عملية استعراضية، أنا بجزم إنها مدروسة ليست لفت انتباه. لا انتباه، عملية استعراضية يعني للفت الانتباه. نعم. لأنه انبنادوا عليه تعال كذا تعال يعني هذه ستيج هو صح، يعني هذه يعني خلص أنا بدي أقوم بهالعملية حتى ألفت الانتباه. الآن السبب وراها كان عملية تفتيشية مش المطالب، احنا في حدود ما نعرف كمركز وبدنا نتحقق إسا كمان يجب أن نتحقق حتى لا نظلم حدا، لأنه احنا ظنينين أن الجهاز الأمني العام لا يظلم وجهاز، ولكن أيضا حريصين أن نصل إلى الحقيقة لنعطي النصيحة. مرات المسؤول يحاول أن لا يعني كمسؤول بده يطرح اللوم على هلأ الأمن العام عم بيعمل عمليات هلأ محاسبة للحرس اللي كانوا عم بتواصلوا مباشرة مع النزلاء في سواقة، بدهم يشوفوا هل كان هناك تقصير معين، خصوصا أنه كان في رواية سابقة أنه 7 منهم تحولوا لمحكمة الشرطة لكن تم نفي الخبر. لذلك إحنا عم نحاول نتصل معك سيد عامر السرطاوي، ياريت ترد على التليفون. طيب سيد محمد، موضوع التعامل يعني المفروض يكون في تلك اللحظات أو في لحظة الأزمة، كيف المفترض يكون التعامل مع النزلاء قاعدين عم بخططوا مسبقا، في شغب مسبقا، إضراب قبل ذلك، لحظة الأزمة ومتعارف عليه أنه حتى الشرطي لا يملك إلا يداه كحرس؟ يا ستي يعني هو الحقيقة التعامل مع المواقف اللي هو الشغب أو المواقف الطارئة التي قد تحدث هي هنالك خطط
موجودة أصلا في كل المراكز. نعم. وهذه يعني تطبق عند الحاجة. يعني. فعليا شو اللي بيصير؟ واستعمال اللي هو يعني حتى استعمال اللي هو قوة له تدرجات والى اخره. احنا دائما وباستمرار نؤكد وخلال مركز المعهد التدريب الحقيقة اللي اصبح هو اضاءة في عمل الاصلاح. نعم. والتأهيل واصبح معهدا يعني على مستوى اللي هو المنطقة يعني يمنح شهادة اللي هو الدبلوم في إدارة الإصلاح المستهلك، وكان لنا سبق في هذا الموضوع بالتنسيق مع جامعة اللي هو البلقاء الحقيقة، ويأخذ هو شهادة يعني متوسطة، وإعداد اللي هم الشباب من مختلف اللي هو الدورات للتعامل مع الأحداث التي قد تحدث مثل هذه الآن. لكن أنا بقول لك إحنا إدارة مراكز إصلاح أو العاملين في إدارة مراكز إصلاح بحد ذاتها هم بشكل عام في داخل اللي هو السجن لا يجوز اللي هو حمل اللي هو الأدوات يعني الأسلحة وما شابه. ليش؟ لأن هنالك فرق متخصصة، هناك فرق متخصصة مجهزة مدربة للتعامل مع اللي هو موجودة وقت الطوارئ بالزبط. جاهزة؟ نعم تمام. موجودة الآن، وعندنا إدارة مراكز أمن اللي هو إدارة أمن مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي إدارة مستقلة وهي التي تشرف على عمليات الحراسات وعلى نقل اللي هو النزلاء وعلى اللي هو أحيانا اللي هو تدخل، ثم خطا أخيرا عندنا اللي هو موجود اللي هو قوات اللي هو الدرك. إذا نتعامل مع اللي هو الموقف بالتسلسل لحظي، وبالتالي يعني بصير كتسلسل. أول إشي هو دائما التفاوض. هو دائما تحصر اللي هو الأماكن اللي ممكن أن يحدث فيها اللي هو الشغب بحيث أن تعزلها عن اللي هم الآخرين، يعني تأخذ اللي هو الاحتياطات والإجراءات اللي هو الأمنية وتبدأ بعمليات اللي هو التفاوض، وبالتالي تعلمين دائما بأن هنالك إنه شخص يعني هو اللي يعني يعتبر حاله البيج بوس بشكل عام اللي ممكن انه. وانا اقول لك بصراحه تكون هنالك جمع المعلومات من البدايه موضوع مهم جدا عن اللي هو القراءات المتقدمه. يعني احنا لما عملوا بالاول انه تفتيشات كان يجب تكون متوقعا انه يصير رد فعل عليها. احنا كان في احنا اتخذنا خطوه جريئه جدا يعني من 30 سنه ما اتخذت اللي هي فصل اللي هو اللي هي مراكز الاصلاح والتاهيل للموقوفين، هذه اتخذناها اللي هو مؤخرا، وبالتالي عن تصنيف اللي هو النزلاء لا غير تصنيف النزلاء، نفس السجون نفس المراكز الاصلاح والتاهيل، مراكز اصلاح للموقوفين مقترن مع قرينه البراءه، يعني الموقوف الشخص الموقوف هو بالاصل فيه انه بريء حتى تثبت ادانته، طيب وبالتالي حطه في مراكز معينه. للحظه الازمه اللي صارت اذوا نفسهم، تجمعوا صوروا نعم. بعثوا للاعلام، طبلوا على الباب انه عم بينادوا الامن نعم. لحظتها شو بيصير؟ تفاوض ما بعد التفاوض؟ الآن حسب هل إنه الآن بدهم يدخل هؤلاء الأشخاص هل إنه الوضع يعني قصدك إنه استعمل القوة ولا لا؟ أوكي؟ ها بالقدر الإمكان ممكن إنك تستعمل القوة بالقدر اللازم للسيطرة على مين؟ على اللي هو النزلاء، لأنه ممكن آخرين منهم يتعرضوا ترى في منهم هم فاقدي السيطرة، بمعنى آخر هو يعمل بإمرة سين أو صاد، هو احيانا مدفوع بتلاقيه نعم. لانه يشترك في هذا اللي هو العمل. هم زي ما تفضل يعني سعادته قال انه يعني احيانا ممكن يكون منها اللي هو لفت الانتباه، يعني هم ما بدهم مش يعتدوا على بعض اللي هم. تمام سيد محمد، رح نستكمل حوارنا ونحكي عن حيل النزلاء، كيف يتم زيارات حقوق الانسان ومنظماتها لمراكز الاصلاح والتاهيل، وهل عم بيشوفوها ذريعه حتى يتمردوا او لا يتمردوا ام يفاوضوا، لكن بعد الفاصل مشاهدينا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مجددا، ومنكمل مع دكتور موسى. دكتور موسى، يعني بدنا نعرف شو هو الرابط ما بين زيارات منظمات حقوق الإنسان وأعمال الشغب أو الإضرابات؟ يعني هو الرابط، ما فيش رابط. احنا عندما دائما اول شيء نقوم بزيارات روتينيه لهذه المراكز باتفاق مع المديرية، يعني عارفين انكم جايين، مديرية الأمن العام لا نعم. الإدارة تعرف احيانا نزور بناء على طلب السجناء او على طلب نزيل معين، عندما يحصل اضراب عن الطعام، عندما يحصل مثلا اصابه او مرض مفاجئ او انتقال لمستشفى او بتبليغ من عائله او زيارات روتينيه. احنا مراكز الاصلاح وفي تعاون وتفاهم مع محمد بيك لما كان مدير لهذه الاداره نعم. ومع كل مدراء مراكز الاصلاح والتاهيل، ويحصل نقوم بزيارات تحقق ايضا عندما يحصل مثل هذه الازمه، وحقيقه احنا الابواب مفتوحه لنا، لكن عمليه الوصول الى استنتاجات تحتاج الى وقت في كثير من الادعاءات. طيب في مرات المشهد التالي دكتور موسى، يعني صار الشغب يوم جمعه نعم، وزيارتكم اصلا كانت محدده يوم الاحد صحيح، مش ممكن يكون النزل عارفين فيها لذلك اختلقوا الشغب؟ لو لم يكن هنالك حمله تفتيشيه لا, نعم. لا كانت فرضيه ربما قابله لن تكون صحيحه، لكن لانه كان في عمليه شجعتوهم مثلا، لانه
كان في عملية تفتيش مسبقة. نعم. حملة التفتيش هم حسب الدعم أيضا إحنا نتحقق في ذلك. هم حسب الدعم عملية الشغب أتت نتيجة عملية التفتيش الصارمة والواسعة اللي قامت بها إدارة المركز. نعم. ومصادرة كثير من مما يدعون أغراضهم الشخصية. لأنه بعض من قابلوهم بشكل مبدئي قالوا إنه إحنا طلب منا نأخذ فقط أواعينا اللي خاصة لنا يعني بشكيرك وبجامتك وأواعيك اللي لما دخلت شو كان معك أو وترك الباقي بقولوا الباقي مش كله يعني في أغراض خاصة مش ممنوعات هلا أخذوا كل هاي الأشياء قد تكون جزء منها ممنوعات وقد لا يكون هذا ما بنريد أن نتحقق منه إحنا تمام. حتى هذا الذي أثار حسب ادعاء النزلاء هذا الذي أدى إلى الشغب هلا قد يكون أيضا التفتيش في اللي استباقا لوصول المركز وفريق المركز لكن احنا دائما نزور ما كان يعني زياراتنا التفتيشيه لم تكن لتحدث ما عمرها احدثت ادت الى انه يكون في يسبق ذلك فورا يعني لفتت نظرنا ب 2007 منظمه الهيومن رايتس لا منظمه هيومن رايتس ووتش اشيلها يوم زيارتهم صارت اعمال الشغب وادت لما هذا قضايا سياسيه كانت في مراكز فيها مراكز سجناء نعم. للمنظمات سياسيين نعم. ومنظمات تنظيمات بسمونه نزلاء من نعم. المنظمات وانا اللي يعني شويه على موضوع الارهاب يعني بالنسبة للحاليين طبعا في القضاء بنطق كلمته وهي الحقيقة القانونية لكن الآن نقول عن اللي عملوا في سواقة المشاكل إنهم عنها أعمال إرهابية بتهم الإرهاب شوية يعني توسيع كثير لمفهوم الإرهاب يعني الإرهاب يكون له تعريف محدد إرهاب كمنظمات أو يعني القيام بأعمال إرهابية أيام شغب داخل السجن نعم. غير عن الإرهاب لكن أكدت المصادر الأمنية أنه كانوا ناويين لخطة أعمال إرهابية مثل كيف يعني. لسه هذا هو البيان الموجود حسب موقع قناة الأردن اليوم عندنا الموقع الإخباري أنه بتهمة القيام بأعمال إرهابية داخل المركز كانت هاي هي النية يعني هو زي ما تفضل سعادته يمكن العنوان يكون كبير جدا الحقيقة يعني طيب سيد محمد بدي أسألك عن شغلة كتير مهمة موضوع التفتيش والأمور المؤرقة بالنسبة للنزلاء طريقة التفتيش أو آلية التفتيش هل تختلف حسب إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وليش؟ شو يا ستي الآن التعليمات اللي هو التفتيش هي تعليمات موجهة للجميع وتدرس من قبل اللي هو المعهد خلال اللي هو الدورات وفي أصول معينة يراعى فيها حقوق الإنسان ويراعى فيها الخصوصية ولذلك الأمر كل ما موجود في حتى الأجهزة والجيتس الموجودة والأدوات لكن أنا بقول لك وين المشكلة المشكلة أنه بعض السجون لها خصوصية معينة الآن بالنسبة لسجن أو اللي خلينا نقول مركز إصلاح وتأهيل اللي هو سواقة ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة يعتبر من المراكز اللي خلينا نعتبرها مفتوحة شبه مفتوحة يعني هي تختلف تماما عن المراكز التي بنيت حديثا وهم بالتالي أقدم مركزي إصلاح وتأهيل موجودات من سنة 86 لاحظي علي ولكن نظرا لطبيعة اللي هو هذا المركز الإصلاح وما يحتويه من مرافق وخصوصا مرافق التشغيل مرافق يعني الانتاج الحيواني يعني بالضبط التسليم الملاعب الرياضية كل هذا هذا أصبح بيئة خلينا نعتبرها بين النزلاء بفضلوا بشكل كبير جدا البقاء في هذه الآن شو اللي بصير الآن إحنا في أوقات للتشميس في أوقات لفتح اللي هو خلينا نقول خلينا نسميها إحنا يعني الغرف وما شابه ذلك أو الأجنحة حتى نسمح بفترات لها. الآن هذا السجن بشكل عام أو هذا مركز إصلاح وتأهيل هو مفتوح بشكل عام وفي يغلق في اللي هو المساء هم الآن أصبحوا يعتقدون بأن هذا المطلب هو حقا مكتسبا لهم وبالتالي الآن إذا بتقول له أنت الساعة 4 خلص أنا بدي أرجعك على شو اسمه بعد فترة الغداء بعدين أطلعك على فترة أقول لك لا أنا لسه الدنيا نهار بدي أضلني برا بينما هو في مراكز اللي هو الأخرى في نظام موجود للأجنحة وفي ساعات محددة للتشميس وتغلق حتى الأبواب إلكترونيا هون وين سببه يعني أنه التعامل إدارة المركز أو مدير المركز وتغييره تغيير منهجيته طريقته بيكون عنده إنسانية أعلى أم شدة أكثر أين الخلل؟ لا هو خلنا قلت لك هو يعني يحتم عليك زي ما قلت لك نظام السجن نفسه نظام البنى التحتية الموجودة في هذا المركز هل تستطيع أنه أنت تنفذ فيها هذا البرنامج بنفس الطريقة التي تنفذ فيه يعني أنا معظم الأدوات اللي كانوا موجودة عندهم من وين أخذوها؟
هي اصلا من الاشباك اللي هو الموجوده، وهذه يعني لا يمكن ان تتوفر ادوات موجوده داخل المركز او من خلال المشاغل التدريبيه الاحداده انجاره من الان. الان هو يطورها زي ما قلت لك، يعني احيانا ممكن لو قطعه سيراميك هو يستغلها، قطعه سيراميك من الحمامات لحظه عليه ممكن يستغلها، ممكن فصاله باب يمكن يستغلها. الان ادوات التخت او السرير الاسره اللي بيستعملوها تقطعه وبيبداوا بعمليه سحب. برايك الموبايل كيف فات على السواقه الان؟ شوفي ستي، الموبايل آلات بشكل عام، بشكل عام ممكن يكون دخل مع النزيل، وممكن أن يكون أدخل إليه. كيف أدخل إليه؟ أدخل إليه ممكن يكون من خلال بعض العناصر العاملة بالإدارة. لحظة كيف إيش دي؟ ممكن يكون بعض اللي هو العناصر. أنت بتتحدث عن ما يزيد عن 3000 أو 4000 أو ما يزيد من القوى البشرية التي تعمل. أنا ما صحيح ممكن انتقائها، ممكن تدريبها، ممكن هذا، ولكن في أحيان ممكن يعني ممكن يضعف واحد من الأشخاص ممكن. لحظة كيف؟ ولكن أنا بقول لك هم اللي من خلال الخبرات اللي هو موجودة عندنا وجدنا إنه مش كيف تدخل المخدرات مثلاً، كيف يدخلوا أدوات، هو اللي ببلع شفرة أو ببلع زجاج. لحظة كيف؟ يعني في عندنا طريقتين، ممكن طريقة إحنا نسميها عن طريق إنه يبلع هذه اللي هو الأدوات زي المخدرات، وأما أن يحملها بطريقته الخاصة. ومشكلة التفتيش اللي أسلفت عنها هي تخلق لنا مشكلة. ليش؟ لأنه أنا بضطر بدي أفتش الشخص هذا، يعني حتى أصل مرات مضطراً، لانه الى انا اتصل انت الى اماكن العفه في هذا الانسان. فهنا الان نقع ما بين مطرقه اللي هو التفتيش والضبط وما يلزمها، وما وسندان مين اللي هو نقول حقوق الانسان وخصوصيه اللي هو. طيب موضوع العناصر، اذا صفت الامور بدخل الممنوعات داخل المهاجع، معناته ما نستغرب من اي قيام مثلا لتسهيل يعني بعطيهم قوه اكبر للقيام بما اللي بدهم اياه. يعني اذا مثلا بيشوفوا ان العنصر متعاون معهم، يعني موضوع التعليمات والأنظمة بتبطل ياخذوها بعين الاعتبار زي أول. أنا بحكي لك حتى أن ما أحيد أي سبب، لكن هل هو بالضبط لو كل هالعناصر كلها متعاونة؟ يعني بقول لك من الممكن إنه أحد اللي هو العناصر يتعاون ويدخل لهم يعني ممنوعات لأسباب أو لأخرى. طب ليه ما في أجهزة تشويش؟ أجهزة تشويش عفواً موجود في بعض المراكز موجودة، ولكن ممكن تكون فاعليتها مش يعني شغاله بشكل كويس، او يعني حسب لان حتى بتاثر على اللي هو العاملين. يعني ممكن يكون. طب يمكن بنفوت هون موضوع الكاميرات، انه الكاميرات هلا من باب الخصوصيه ممنوع انها تكون بالمهاجع حسب المعايير الدوليه. ممنوع. شوفي بالنسبه لعلاقه الكادر في السجين النزيل، يعني دائما في هاي كل المشاكل، يمكن كما تحدثنا اثناء الاستراحه، دائما بيتعاطى مع الاطباء اللي بيتعاطوا او كادر الصحي مع المرضى، مرات بيكسبوا بعض يتاثروا ببعض العادات او الاشياء اللي يتعرض لها المريض، بعض مثلا تعاطي المخدرات، اما يكون الطبيب او الممرض او الشرطي اللي يحتجز يشرف على احتجاز الحياه، اما يكون متعاطف او يكون عدواني. هذه حقيقه، يعني نادر تلاقي شخص 100% محترف ومهني بروفيشنال يضبط عواطفه، وسواء كانت إيجابية أو سلبية تجاه النزيل. لذلك تجديد الكوادر وتغييرهم شيء طبيعي، وإشراف عليهم دائما ومراقبتهم طبيعي. يعني مرات في ناس بيصيروا متعاطفين مع السجان والسجين، مرات نفس يعني حتى بالثورات، يعني مرات نفس اللي داخل السجن يتعاطف مع السجان، والبر السجان يتعاطف مع السجين. نعم. وبصير هذه ظاهرة إنسانية اجتماعية معروفة. طبعا أكيد. جماعتنا يمكن في بعدهم في تحليل والتعامل مع هاي الموضوع في بدايته، معلوماتنا الأولية إنه كان في انفراج أكثر من اللازم في الحرية، يعني في خلينا نقول الضبط والضبط والربط في هذا في مركز السباق، مركز اصلاح وتأهيل السباق. ثم صار نقص في الخدمات العامه، خلينا نحكيها، صاروا يطالبوا فيها. لما صار رد فعل طالبوا فيها اكثر، لانه صاروا بدهم حريه اكثر، بدهم حقوق اكثر. نعم. اجت الاداره اكتشفت انه في ابيوس وسوء استخدام او سوء استغلال لها الحريه اللي اعطيت لهم او لها الانفتاح، فتم التفتيش، اخذت اجراءات صارمه، صار رد فعل. رد الفعل ادى الى انه صار اضراب عن الطعام،
ضربها طعام فرض صار الدارة بدها تفرض تنهي بالقوة، دخلت دراك لينهاو بالقوة، صار استخدام للعنف. نعم. بغض النظر عن درجته صار ردة فعل على استخدام العنف لإنهاء إضراب الطعام. إذن هي ردة فعل تشين رياكشن مختلفة طبعا، يعني أكيد سلسلة من الأفعال وردود الأفعال فيها انتهاكات من فيها أقول عدم انضباط وعدم إتقان ودقة من الطرفين بأمانة. هذه قراءة أولية تمام. فهذا الوضع إضافة إلى الوضع الراهن أو الموجود، يعني إحنا صفينا ما بين التعاطف أو ما بين التجديد من العنصر إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل. قدي ممكن يكون إيجابي أو غير إيجابي؟ أنت بتتكلم دكتور موسى إنه المفترض إنه يصير تغيير، افترض ضمن خطة ضمن استراتيجية ثابتة، المفروض إنه يصير تغيير. إذا صار يعني لكن أزمة، ما بتشوف إنه مثلا التغيير ممكن يؤدي إنه ما بلحق يتعامل مع النزلاء أو تطبيق يعني برنامج معين بلاقي حاله تغير لمكان آخر؟ التغيير نوعين، التغيير قد يكون عقاب لإخلال العناصر الأمن في أو العناصر المؤسسة هاي في الضبط والربط نفسها، وقد يكون روتيني ضمن استراتيجية لتحاشي الأشياء اللي تحدثنا عنها وهي إما التعاطف وإما التشديد. فالواضح إنه اللي صار هذا التغيير المفاجئ في سواقة صار نتيجة إجراء مش روتيني ضمن خطة. وتغيرت الإدارة، تغير المدير يعني وقتها، ال 20 يوم متغير، تغير الإدارة وتغير العناصر، معناته توحي بأنه يعني في كان مبرر لإجراء إداري قانوني بغض النظر. لكن واضح أنا مش خبير بإدارة طيب بدنا نسأل السيد، لكن ما بسوي التغيير أثناء الأزمة تمام، يعني بغض النظر ما صار التغيير أثناء الأزمة وإنما بعد الأزمة صار في تنقلات، مش بهذا الموضوع. أنا ما بعرف ما مش نعم. محل أنا مش محل مدير الأمن تمام العام مدير دكتور موسى، بس نسأل السيد بس محمد إداريا بحكي نظريا يعني أنا بنظر الآن وصلت الرسالة. سيد محمد، يعني ليش في معظم الأحوال بيكونوا مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل معظمهم بيجوا من الجيش، والجيش بيحملوا مدراء الأمن العام ومدراء الأمن العام بيكونوا جايين من الجيش عشان إنه العقلية الأمن العام تختلف عن العقلية العسكرية. العقلية العسكرية بيكون عندهم نظرية التدمير الهجوم، لكن الأمن بيكون عنده نظرية الإصلاح التأهيل المحافظة على الأمن. برأيك هل إيجابي أم سلبي الموضوع؟ شوف ستي، هو على مستوى مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من أبناء الأمن العام نعم اصلا، يعني هم تربوا في جهاز الامن العام وتدرجوا في مناصب اللي هو الامن العام في مختلف اللي هو المواقع اللي موجوده فيه، ولكن ممكن التي على مستوى القياده الاولى يعني على مستوى مدير الامن العام ياتي احيانا يتم تعيينه من اللي خلينا نقول الزملاء اللي يخدمونه في القوات اللي هو المسلحه، وهذه اصبحت وتيره متعارفه نعم. ولكن في قبل المباشرة قبل عطف مدير الأمن العام الموجود الآن كان أيضا من أبناء جهاز الأمن العام، وقبل من واللي خلينا نقول بدأوا في الحركة النهضوية للإصلاح والتأهيل هم كانوا من أبناء اللي هو صحيح يعني جهاز اللي هو الأمن العام، وكان عندهم اللي هو هذا الفكر. الحقيقة يعني هو حتى نقول إحنا يعني الكوادر اللي هو الموجودة حتى لو كان عيننا اللي هو من خارج جهاز اللي هو الأمن العام للأمن العام، لكن الكوادر المساعدين ومجروحها كلها أبناء الأمن العام وهي قادرة على رسم اللي هو الاستراتيجية، ولكن حقيقة أحيانا قد تصطدم في بعض اللي هو القرارات التي تعتبر نوع يعني مثلا بيجي من الشرطة السياحية أو نعم. من شرطة إدارة السير نعم. هل هو قادر على التعامل مع هلا ستي اللي بده يصير إحنا ما عندنا اللي هو نوع من التخصص للأسف، يعني إذا سألتي خلينا نقول محمد المرزي كعميد وصل في الأمن العام فوين خدمت في البحث الجنائي وخدمت في اللواء السير وخدمت في مديريات الشرطة وخدمت مستشار قانوني وخدمت في إذن كثير يعني زي ما نقول احنا ما نقول اللي هو بتاع كله، هذه حقيقة يعني في لحظة من اللحظات بعض اللي هو المواقع يجب أن يكون فيها نوع من الاستقرار الوظيفي حتى أنت تستطيع أنك تعد شخص هو قادر يعني الآن بتعاملوا مع مراكز الإصلاح والتأهيل يجب أن يكونوا يعني الآن في بعض اللي هو الدول مراكز الإصلاح والتأهيل مش من الشرطة، هي عبارة تتبع إما لوزارة العدل وإما هي عبارة عن وحدات أخرى يعني إدارة مستقلة بحد ذاتها لا تنتسب لها لهذا ولا لذاك، هي إدارة مستقلة زي أي مؤسسة أخرى. لا بالعكس بعض المراكز الإصلاح والتأهيل في بعض الدول الإسكندنافية تديرها اللي هو شركات خاصة نعم لحد إلى حد وين. فلذلك الأمر يعني ليش إحنا نضل نقول لازم إنه إدارة اللي هو المراكز أنت بعد ما أعده أنا وأدرب هذا اللي هو الشخص ويصبح قادرا على التعامل، لأن هذه الخطط اللي هو موضوعه بده يكملها
ما بيلحق احيانا الاستقرار الوظيفي في كل في كل في كل طيب. موقع يعني ضروري جدا أكيد. كيف تستكمل طيب سيد محمد لعنى. التنقلات اللي صارت امس اول امس بتشوفها انه لها علاقه بما حدث في سواقه ام انه مدير الامن العام اعلن ثوره بيضاء لموضوع التنقلات كيف تقرأها؟ يا ستي خليني أحكي لك الآن إحنا هو صار تنقلات ومصير دينا تنقلات باستمرار إحنا سمعنا عن هذه التنقلات مثل كل أن إحنا خارج اللواء الجهاز حقيقة وقد تكون له رؤية معينة يعني كقيادة جهاز لأسباب معينة أسباب محددة يمكن من خلال هل درس هو في من خلال اللي صارت الأزمة هذه شايف هل هي رد على هذه الأزمة هل هي رد معالجة هذه الأزمة أو لا هي هاي الأسباب يعني تبقى يعني خلينا نقول هي موجودة لدى إدارة جهاز الأمن العام هم الأهو الأكفأ والأقدر على الإجابة على هذه هو الموضوع لكن انا اقول ان لو اجينا بدنا ننقل كل هالكوادر الموجوده في مراكز الاصلاح والتاهيل انا من وجهه نظري او كعامل في مراكز الاصلاح هي راح تكون محل نظر لانه في هنالك اناس متخصصين مش الكل بيتعامل هلا في داخل السجون الفكره الان اللي بصير مش الكل بيتعامل مع اللي هو النزيل بشكل مباشر في ناس تعمل في قسم اللي هو المراقبه في ناس لجمع المعلومات في ناس تستعمل في القيود ناس ممتهنه في القضائيه في ناس بتتابع الاجراءات والخبرات الموجوده تمام وصلت الفكره سيد محمد بدي اسالك دكتور موسى عن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل هل بتشوفوه مناسب أم يوجد ثغرات بحاجة إلى إعادة النظر فيها؟ أنا مش كثير مطلع على القانون نعم بعرف يعني مثلا في إشكالية عدم وجود برامج رعاية لاحقة ينظمها القانون بتساعد النزلاء على الإفراج عنهم هذا الجانب موضوع التنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن الرعاية اللاحقة ضمن الإمكانيات المتاحة وإحنا نعرف إمكانياتهم المتاحة إنه يعني مش قادر تستوعب موضوع الرعاية اللاحقة نظريا شوفي موجودة نعم. الأفكار للرعاية اللاحقة والتأهيل والعناية والترفيه داخل والتعليم والحق في التعليم وإلى آخره موجودة هلا نعم. تطبيقها وتوفيرها هذه المشكلة الصحة مثلا لازم توفر الصحة لا توفر حقيقة الكادر نظريا برسل الطبيب مثلا لكن ممكن يجي كل يوم ويومين بالاسبوع ممكن ما يكون متخصص طبيب اسنان ممكن ما يتوفر بالاسبوع مره مرتين الزياده في عدد النزلاء والاكتظاظ اثرت على الحاجه النقل للمستشفيات يعني فيه اجراء فيه اشكالات وكيف تحتفظ بالنزيل في بالمستشفى بحيث تحافظ يعني على ملاحظاتكم توصياتكم دائما موجوده بالتقرير تتحكم فيها ثلاث شغلات حتى اريحك الامكانات امكانات الامن العام امكانات وزاره الصحه وامكانات التنميه الاجتماعيه وهذه مش تحت سيطره الامن التنميه الاجتماعيه الصحه حتى الثقافه والتعليم وزاره التربيه كل هاي الشغلات مش كلها بسبب الامكانات وبسبب ايضا الازدياد في النزلاء عدد النزلاء المفاجئ وهذه السياسه الامنيه كلها شوفي هون احنا نحكي يعني بصير نحكي عن السياسه الامنيه بشكل عام يعني الدوله تعتمد كثير صارت على الامن العام ومفهوم الامن صار ايضا واسع ومحدد بانه اي شخص عليه مشكله الحكام الإداريين يوقفوا توقيف إداري وهذا مخالف للأصل للقانون للدستور الأردني ومخالف لأي معيار لأنه لا يجوز حاكم إداري يسجن شخص بغض النظر عن فوائد هذا في ملاحظات على التوقيف الإداري نعم. التوقيف القضائي توقيف القضائي نعم. مع أنه الآن بدوا يتبنوا نعم بدوا يتبنوا موضوع العقوبات البديلة في والأسوارة نعم. على أساس لكن أن يتم اعتمادها مستقبلا في عدد كبير من التوقيف في تأخير في المحاكمات يعني صحيح هم الموقوفين المحكومين أو الموقوفين ما لم يحكموا نهائيا يعني بيعانوا احنا يعني بنرصدها بيعانوا في يلفوا على المحاكم اخي احيانا تصل بعضهم يصل الساعه 2 يكون القاضي مروح بلف يدوخ وهو بلف احيانا يعني في انه لا يريد ان يظهر وهذا معيار انك لا تظهر هذا الشخص في مظهر يعني لحد اقصى حد ممكن انه ما الناس ما تشوفه هو اكيد دكتور موسى من خلال يعني رصدكم وملاحظاتكم وزياراتكم الميدانيه المشكوره عليها في مراكز الاصلاح والتاهيل وبتقدموا الملاحظات اول باول وايضا بتوثقوها من خلال تقاريركم لكن قد ايه نحن بحاجه انه الملاحظات توصل لاداره المراكز الاصلاح والتاهيل وايضا يمكن اعاده النظر مع الظروف الحاليه اللي عشناها نحن هذا الاسبوع وايضا لانه سيد محمد
من خلال خبرتك في مراكز الإصلاح والتأهيل، نحن عم نحكي اليوم عن معالجة إشكاليات كانت موجودة ووضعنا يدنا على الثغرات من خلال حلقة اليوم، لأنه أنا مضطر أنهي، بعرف أنه بدك تحكي لكن سريعا بكلمتين. تفضل. لا، هو بالنسبة للفضل أيضا اللي ساعات، وبالنسبة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، هو الحقيقة هو يعتبر قانون متطور، ولكن فيه بحاجة لبعض التعديلات. يعني على سبيل المثال الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنه، نعم، لا يمكن الاحتفاظ فيهم في اكيد اللي عندهم امراض، اللي عندهم كمان ذوي الاحتياجات الخاصه. النقطه المهمه جدا حل، انه يجب ان نعلم تماما بان، نعم، عمليه الاصلاح والتاهيل ليست فقط من مسؤوليه الامن العام لوحده، وانما تتشارك فيها كثير من الجهات والمؤسسات، سواء كانت هذه المؤسسات الحكوميه او الرسميه او غير كاملة الرسميه، يجب ان حتى المجتمع نفسه. تمام. السيد محمد العميد المتقاعد محمد المرازيق، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك دكتور موسى. انا في ملاحظه على السريع كلمة، رح نطلع اخبار يا ريت، يعني بعتذر منكم ان شاء الله بحلقه ثانيه رح نتابع محاورنا، لانها اكيد في استمراريه واستدامه للموضوع. مني عبيده عبده ومن اسره العمل، اعزائي المشاهدين، في امان الله وتصبحوا على خير.